السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم: التلفاز من نوع جولد فيزيو 32 بوصة الأوديبي، مشكل التلفاز فاصل تماما، لا صوت ولا صورة، هو الآن موصول بالكهرباء حتى اللمبة الحمراء الأمامية لا تشتعل. إذا اللي نكتشف تابعوا، هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وهو من الصناعة الصينية. هذه المادربورد، هذا هو الدرايفر LED، وهذه الباور سبلاي. اول شيء سأقوم به هو التاكد من الباور سبلاي، هل تخرج جهود ام لا. الان ناخذ المالتيمتر، الباور سبلاي موصوله مع الكهرباء، ونفحص الجهود يعني عبر هذه المكتفات هادو او عبر هذا السوكيت هذا. اذا ناخذ هذه المكتفه، في موجب المكتفه نفحص، اذا لا يوجد جهد. هنا 5 فولت، هنا 5 فولت ايضا. إذا هذا هو جهد ستاند بي. مبدئيا هذا ما يحتاجه التلفاز، بما أن جهد ستاند بي موجود، المفروض أن تكون تلك اللمبة الأمامية الحمراء مشتعلة. إذا مباشرة سوف أنتقل إلى المادربورد وأفحص الجهد مباشرة على الفلاشة. هذه هي، لأن في التلفزيونات الصينية بعض الأحيان نصادف هكذا مشكل، ويكون من السوفتوير إذ كان الجهد على الفلاشة. لاحظوا الجهد 3.3 فولت موجود على الفلاشة، إذا احتمال كبير أن يكون مشكل سوفتوير. إذا سوف أقوم بشحن هذه الفلاشة بالسوفتوير المناسب للجهاز ونرى النتيجة. تابعوا، الآن لقد أخذت محرك البحث جوجل وبحثت عن سوفتوير لهذا التلفاز بالاستعانة باسمه جولد فيزيو ورقم الموديل، فوجدته في هذا الموقع هذا الشامل للصيانة، فقمت بتحميله. هذا هو، الآن سوف أقوم بإدخاله يعني في فلاشة التلفاز ونرى النتيجة. إذا نأخذ البرنامج الخاص بالمبرمجة، أنا أستعمل المبرمجة RT809F، نضغط على هذه الخاصية هذه. الآن الفلاشة في المبرمجة على هذا الشكل. إذا البرنامج لقد تعرف على المبرمجة، هذا هو نوعها، سعتها يعني 4 ميجا بايت. سوف أقرب لكم. عادة ما أخذ نسخة احتياطية من هذا من فلاشة التلفاز، النسخة الأصلية. هذه عادة أقوم بها، ومعظم التقنيون يعني يقومون بها. إذن الآن أنا أخذ نسخة لاحظوا أعطاني خطأ، لاحظوا عندما أردنا أخذ نسخة أعطانا إيرور، هنا خطأ. إذن شيء ما غير طبيعي في فلاشة التلفاز. لنقوم بالعملية مرة أخرى، نضغط على هذه الخاصية هذه قراءة. لاحظوا عندما يصل إلى مرحلة المقارنة أو التطابق يعطينا ايرور، وبالتالي البرنامج لا يسمح لنا باخذ نسخة من هذا الفلاشة، مما يدل على انه موجود يعني خلل او شيء غير طبيعي في فلاشة التلفاز. فلهذا سوف نقوم بعمل لها فورمات ايراز او مسح على هذا الشكل. إذا عملية المسح تمت بنجاح. إذا سوف ندخل السوفتوير الذي حملنا من ذلك الموقع.
إذا كما تلاحظون أعطاني إيرور. إذن هذه الفلاشة هذه أعتقد بأن بها خلل، سوف أعيد مرة أخرى. لاحظوا يعطيك خطأ إيرور. إذن هذه الفلاشة هذه بها مشكل، سوف أستبدلها بواحدة أخرى. الآن لقد استبدلت الفلاشة بأخرى، سوف نجرب من جديد. أضغط على هذه الخاصية هذه للتعرف على الفلاشة. إذن هذا هو نوع الفلاشة، سعتها أيضا 4 ميجا بايت. سوف نجرب بها، نضغط هنا أوبن. إذن ندخل لها السوفتوير الذي حملناه من الانترنت ونعمل على هذه الخاصية هذه كتابة. الآن سأخذ الفلاشة وأركبها في المذربورد ونجرب إن شاء الله يكون خير. تابعوا. إذا لقد تم تركيب الفلاشة، صراحة لقد كررت العملية مرتين بحيث التلفاز لم يشتغل، بقي نفس الوضع. هو الآن موصول بالكهرباء، لا تشتغل اللمبة أو لا تشتعل اللمبة الأمامية، وبالتالي قلت بأن اعتقدت بأن ذلك السوفتوير الذي حملته من الانترنت به مشكل، فجربت يعني سوفتوير آخر ولكن نفس الوضع. وعند البحث والفحص اتضح لي شيء، سوف أشاركه إياكم فتابعوا. إذن ما اكتشفته بالضبط هو الرام أو الذاكرة العشوائية للتلفاز ليست بها تغذية. لاحظوا هذا المكتف، هذا هو المسؤول عن تنعيم الجهد الذي يغذي الرام. عندما أفحص لاحظوا لا يوجد جهد، الفلاشة عليها جهد 3.3 فولت والرام ليس موجود. مستحيل التلفاز أن يقلع أو يشتغل بدون رام أو بدون ذاكرة عشوائية. هذا الرام، هذا المنظم للجهد هو المسؤول عن تغذيتها، بحيث تتبعت المسار فوجدته متصل مع هذا المنظم للجهد. هذا المنظم للجهد في الدخل لا يوجد جهد، بل يوجد هذا الجهد ضعيف جدا هذا. أما الخرج الذي يغذي الرامة غير موجود. وأيضا هذه المنظمات للجهد في المذربورد هادو ليست عليهم يعني تغذية، سواء في الخرج لا يوجد جهد أو في الدخل، لاحظوا لا يوجد جهد أو يوجد جهد ضعيف جدا وهو بالملي فولت 470 ملي فولت. أيضا في هذا المنظم للجهد هذا الخرج غير موجود، والدخل موجود فقط هذا الجهد الضعيف جدا، الضعيف جدا يوجد في الدخل. اذا لو تتبعنا هذا المنظم للجهد الخاص بتغذية الرام، لو تتبعنا الدخل هذا هو الخرج، هذا هو الدخل، الدخل متصل لاحظوا مع هذا الدايود. اذا هذا الدايود يمر عبره الجهد الدخل، وهذا الدايود أيضا متصل مع دايود ثاني. إذن الجهد يمر عبر هذا الدايود وهذا الدايود ويدخل في دخل هذا المنظم للجهد هذا. إذن لاحظوا الجهد الموجود هنا نفس الجهد الذي وجدنا في دخل هذا المنظمات للجهد، لاحظوا لأنهم متصلين يعني بالتوازي، من يعني في متصلين مع مسار التغذية أو المسار الدخل لهذه المنظمات للجهد، فهما متصلين على التوازي أو بعبارة أخرى مشتركين في نفس مسار التغذية. إذن سوف نحول إلى وحدة فحص الدايود والجرس. لاحظوا يوجد هنا اتصال مباشر،
في المنظم الجهد الآخر يوجد اتصال مباشر. إذن علينا أن نعرف مصدر هذا الجهد الدخل هذا من أين يأتي. إذن لقد تتبعت هذا المنظم للجهد هذا فوجدته متصل مع هذا البين هذا أو هذا الجامبر المسؤول يعني عن تحويل الجهد البانيل. يوجد هنا 12 فولت ويوجد هنا 5 فولت. إذن نستنتج أو نفهم من هذا بأن جهد الدخل في هذه المنظمات للجهد هو 5 فولت، لأنني فحصت فوجدت وجود اتصال مباشر مع ذلك البين الذي مكتوب عليه 5 فولت. لاحظوا، إذن علينا أن نعرف مصدر تلك الخمسة فولت من أين تأتي. هل هي من باور سبلاي أو من منظم جهد أو كذا أو كذا. إذن سوف نفحص في هذا السوكيت هذا لكي نعرف السلك أو هل يوجد اتصال. لاحظوا، أو سوف أقوم بوضع المالتيمتر هنا لكي تفهموا ونبدأ بالفحص لنرى هل موجود هنا أي اتصال في هذا السوكيت. لاحظوا موجود هنا اتصال في السلك الأزرق في سوكيت الباور سبلاي. إذن السلك الأزرق هو المسؤول عن 5 فولت التي تدخل إلى هذه المنظمات للجهد ويشتغل التلفاز، لأن التلفاز يحتاج هذا المذربورد تحتاج إلى جهود 3.3 فولت للفلاشة، 2.5 فولت عادة يكون هذا الجهد في التلفزيونات خاص بالرام 2.5 فولت، والمعالج يكون عادة في التلفزيونات 1.8 فولت. إذا أحد هذه المنظمات مسؤول عن 1.8 فولت للمعالج، وهذا المنظم للجهد مسؤول عن 2.5 فولت لتغذية هذا الرام هذا. إذا المفروض أن تكون هنا 5 فولت في هذا السلك الأزرق هذا. إذا سأوصل الكهرباء مجددا في التلفاز ونفحص الجهد هل هو موجود في تلك أو في ذلك الأسلاك الزرقاء. لاحظوا نفس الجهد الذي وجدنا في داخل منظمات الجهد، هذا الجهد ضعيف جدا، المفروض أن تكون 5 فولت على حسب ما فهمنا من هنا ما مكتوب هنا. الآن سوف ننتقل إلى الباور سبلاي ونرى، نتتبع ذلك السلك الأزرق هذا هو ونرى من أين الخلل فتابعوا. إذا لاحظوا ماذا اكتشفت في الباور سبلاي، هذا عبارة عن منظم للجهد هذا. لاحظوا هذا المسار أو هذا البين وهذا المسار كيف هو شكله، أثر الرطوبة ظاهر واضح عليه. وانتبهوا إلى شيء، هذا المسار متصل مع هذ الاثنان من الأسلاك وهما الأزرق. لاحظوا الجهد المكتوب وهو 5 فولت. إذن هنا كما قلت المفروض أن يكون 5 فولت في هذا السلك الأزرق. عندما أفحص على وضع الجرس لاحظوا، أعتذر، المفروض أن يكون اتصال مع هذا البين هذا. لاحظوا يوجد اتصال هنا، يوجد اتصال لاحظوا في هذا المكتف هذا يوجد اتصال، ولكن في هذا الرجل هذا لا يوجد اتصال. سوف أظهر لكم المالتيمتر يعطي فقط هذه القراءة هذه، رأيتم؟ إذن هذا المسار أصبح غير موصل بسبب الرطوبة. لاحظوا، إذن سأقوم بإعادة تلحيمه، غالبا هذا هو سبب المشكل.
إذن كما تلاحظون الآن موجود اتصال. سوف أجرب الآن، سأوصل الكهرباء. بسم الله. مباشرة اشتعلت اللمبة الحمراء، رأيتم؟ إذن سبب المشكل من الأول كان من هذا الصدأ هنا فقط، كما رأيتم يعني استبدلت الفلاشة، وكما رأيتم أيضا بأن هذه الفلاشة كانت لا تقبل الكتابة بحيث تعطينا خطأ، وعادة نصادف مثل هذه الفلاشات تكون عنيدة، ربما باستعمال مبرمجة من نوع آخر لن يكون ذلك الخطأ، سوف يعني تمر عملية الكتابة بدون أخطاء. إذن كما تلاحظون الآن بعد تجميع التلفاز سوف نشغل نضغط على الريموت. الآن تحولت اللمبة إلى خضراء، ننتظر. إذن التلفاز لقد أقلع، جيد. إذن هذا هو أصدقائي، الآن نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.